كيف استقبلت مصر الملك عبد العزيز من 75 سنة؟ من يجي حوالي 75 سنة كده، تحديداً سنة 1946، الملك فاروق دعا الملك عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عشان يزور مصر، وكانت زيارته دي تاريخية بكل المقاييس. وقتها التجهيزات حدث ولا حرك، حاجة كده قبها من الآخر. الملك عبد العزيز آل سعود حضر على اليخت الملك المحروسة اللي كان جاي من جدة رايح إلى السويس علشان يكون تحت أمر الملك السعودي وقت ما يحب يتحرك في مصر. وبعد ما وصل الملك عبد العزيز السويس، الدنيا اتقلبت. الملك فاروق استقبله وراحوا راكبين قطر عشان يروحوا القاهرة، وفي محطة مصر بالقاهرة كان كبار رجال الدولة في استقبالهم، واتحرك الموكب الملكي من محطة مصر إلى قصر الزعفران. والشهادة لله، الزيارة الرسمية التاريخية للملك عبد العزيز لمصر كانت حدث عظيم. نجحت السرايا الملكية والحكومة المصرية والهيئات الرسمية والشعبية إنها تجهز له كويس. الزيارة طبعا أثرت بشكل كويس على علاقة مصر بالسعودية، وقوت العلاقات بين مصر والملوك والأمراء العرب. اتفتحت بقى جميع المطاعم الشعب 3 أيام عشان الناس تاكل فيه، ومحطات السكك الحديد اتزينت، والمباني اتقدت بلمبات قوية. تعرف من مظاهر الاحتفال وقتها ان قرر الملك فاروق يدي كل الأمراء السعوديين اللي جايين مع الملك نشان النيل، رغم ان قانون الناشئين وقتها بمصر بيقول ما ينفعش يعطي النشان لحد أقل من 21. الملك عبد العزيز زار بقى القصر الملكي في عابدين ومقر الحكومة والبرلمان المصري والجامع الأزهر والجامعة العربية وأسلحة الجيش والمؤسسات العلمية والصناعية والمستشفيات وجامعة فؤاد الأول القاهرة حاليا، والمعالم الأثرية والقناطر الخيرية والمتحف الزراعي وإصلاحية الأحداث، وزار المحلة الكبرى. واليوم الرابع من الزيارة شاهد الملك عروض الخيل وسباقتها في ميدان السباق. وفي اليوم الخامس للزيارة شهد الملك عبد العزيز عرض عسكري. لك ان تتخيل، بلغ عدد القوات اللي اشتركت في العرض ده 36 الف جندي مزودين باحدث انواع الاسلحة. اما اليوم السادس زار منطقة القناطر الخيرية. تعرف انه اسم الملك عبد العزيز آل سعود اطلق على الشارع اللي يقع فيه قصر المانسترلي بالمانيال، مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية السابق من الوقت ده. أما اليوم الثامن زار فيه الملك عبد العزيز مصانع شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، واتغدى مع كبار الشخصيات. وفي اليوم التاسع من الزيارة قام الملك عبد العزيز بزيارة المزارع الملكية وشاف الحدائق الملكية ومحطات الري، وأقيمت للملك مهرجانات ترحب به. وفي اليوم العاشر من الزيارة قام الملك عبد العزيز بزيارة مدينة الإسكندرية اللي استقبلته استقبال حماسي رائع، ونزل في قصر رأس التين، وقام بزيارة منطقة الميناء واجتمع مع الملك فاروق في قصر المنتزه، وقعد بالإسكندرية في اليوم الحداشر. أما في اليوم الاتناشر من الزيارة اتغدى الملك فاروق في قصر عابدين ومعه الملك عبد العزيز. والظهر بقى قعد الملك عبد العزيز مع الصحفيين والطلاب، وقعد يتكلم معهم وينصحهم. وفي اليوم الأخير للزيارة مشي الملك عبد العزيز قبل المغرب من السويس، وطبعا وهو معجب بالشعب المصري وكرمه، لدرجة انه قال: انا حبيت مصر واهلها، ولو اقدر اطول اقامتي كنت عملت كده. انا متخيل ان 17 مليون واحد من الشعب المصري خرجوا يحيوني، فشكرا للشعب المصري. حكايتنا خلصت النهاردة، استنونا في حكاية جديدة من حكايات عن مصر.